بالنسبة للفيديو اللي شفنا، هذاك الفيديو كان هيئو فيه الافتتاح ديال هذاك السونتر اللي غادي نديرو، يعني مدرسة ديال الفن وتعليم الفن المسرحي والسينمائي والتلفزيوني وكل يعني الفنون اللي عندها علاقة بالدراما. دابا كان هيئو مع واحد العدد كبير ديال الفنانين والصحفيين المثقفين اللي امنوا بالفكره ديالنا وامنوا بهذا المركز ديال التكوين، يعني مدرسه ديال الفن في الحي المحمدي اللي السنين هذه وحنا كنا نجريو باش نصوبوا هذا المعهد. والحمد لله شاءت الظروف بالمساعدة ديال العمل ديال الحي المحمدي بالمشاركة ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، قدرنا أننا نمشيو في هذه الخطوة ونبداو يعني الخطوات الأولى باش نفتتحوا إن شاء الله هاد الفكرة وهاد المبادرة وهاد الحلم اللي حلمنا به السنين. هذا هو يعني علاش دار هذاك الفيديو، علاش غادي إن شاء الله غادي نشر واحد العدد كبير ديال الفيديوهات اللي غادي يكونوا في لو سيت ديال المدرسة. هاد المعهد غادي يكون فيه كل جميع الفنون، من الإلقاء المسرحي، من تكوين السيناريس، مخرجين مسرحيين، مخرجين سينمائيين تلفزيونيين، التصوير، الانفوغرافي، الرقص، الموسيقى، يعني متعدد الاختصاصات. هاد المعهد لهذا ما حصل الا بالمساعده ديال واحد العدد كبير ديال الفنانه. كاينين فنانه اللي ما امنوش بينا، هذاك كيبقى شغلهم، ولكن الحمد لله عدد كبير ومن الفنانه اللي كنعترفوا بهم وكنحترموهم ولا يعطوا الكثير في الساحه الفنيه اعترفوا بنا وكاينين معنا وكيدعمونا، حتى ان كاينين الناس اللي خارج المغرب اللي حتى هما كيدعموا الفكره، لا من اوروبا ولا من الدول العربيه، كلهم معنا في هذه التجربه الجديده اللي ان شاء الله اللي غادي نستضيفوا فيها واحد العدد كبير ديال الفنانه خارج المغرب اللي غادي يديروا دروس وغادي يديروا تكوينات في المعهد اللي ان شاء الله غادي نفتح.